السلام عليكم. فتح صندوق سماعات اير تايم من شركة اي فرو. السماعات هذه ممتازة جدا، ميزتها انها تجلس تقريبا اكثر من 10 ساعات. هذه السماعات جدا ممتازة، غير انه شركة اي فرو اول سماعات تصنعها في هذا المجال، والتقييمات لها في المواقع العالمية تقييمات جدا ممتازة. الآن أوريكم فتح صندوق السماعات هذه. هذه هي سماعات اير تايم من شركة اي فرو. هذه شكل السماعات، هنا في إنارة LED تجيب لك عدد الشحن. طبعا إذا شبكت السماعات فيها إضاءة كذا مثل الضفدع، جدا جميلة. شوفوا أوريكم، طبعا هذا شكل السماعة. هنا فيها تقدر يعني تعلقها في حلقة المفاتيح الخاصة بك،
كيف زي كذا، يعني مثلا أو رايح النادي، هي مضادة للموية والمطر. طبعا تقدر تعلقها زي كذا في البدن، مفاتيح أو شنطة حقت النادي. إذا شحنتها حطلع لك شكل جدا رائع، أوريكم. هو إذا اشتغلت أعتقد، فهي تقريبا إذا اشتغلت زي كذا حتصير، حتعطيك ألوان. طبعا هي شكلها أي فروق زي الضفدع، يعني تصميمها كذا إنه مثل الضفدع. شوفوا كيف شكلها جدا جميل. طبعا هنا في إزرار، شوفوا تضغطه إذا بتشغل واحدة وتطفي واحدة، في إزرار. والآن إذا شبكتها مثلا في الشاحن، شوفوا كيف الإضاءة، إذا شبكتها في الشاحن كلها تضيء. تقدر توصل واحدة فقط، تقدر توصل الاثنين مع بعض. هذه سماعات آي برو إير تايم، ممتازة جدا، تقييماتها جدا عالية. شوفوا الآن في الشاحن، تبدأ إيش تعطي مثل ال الأشكال كذا. إذا عجبكم المقطع اعملوا اشتراك للقناة واضغطوا على زر اللايك. يا هلا.